نقول لكم جلابه يا خيتي هي الكبوديه الفنيه الغزاله ديال 299 درهم غتبقى لكم 220 درهم حتى 250 درهم ما كاينش ما تمليهاش فريمون جلابه اللي ما تمليهاش والله العظيم هي هذه البنات جلابه اللي تلبسيها وانت عاشقه تقولي شنو غنلبس اليوم غدا شي بلاصه زوينه هكا تقولي غنلبس ديك الجلابه الغزاله ديالي كانك خيطتيها بشهوه والله ما كذب عليكم البنات راه كتستاهل 300 درهم لكن عند خصكم جميله ولا تعطيكم جميله غير 220 درهم يا اختي كاسيه البنات لوين رويقي ومخدوم خدمه غزاله شوفوا لي انا غادي نحل لكم كامل الطن قندوره فراشه شنو غادي نسميوه قبيس هكا خليجي عربي مغربي لا اختي مغربي 79 درهم شنو تقولي حتى واحد حبيباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناة جميلة أونلاين أش خبركم لاباس عليكم صحة لاباس توحشكم كيدوزو عيدكم نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة جيدة كنعتذر الناس على هذا التأخير الطويل أو على هذا الغياب بين قوسين فكانت ظروف عائلية كما كتعرفوا جات أختي من السعودية ويلاه يلاه تعطيها وقتها وتجلس معاها وتطورها وتمشي عند العائلة شوية عراضات حنا هنا خريجات داكشي باش تعطلت ليكم فكنعتذر مرة ثانية ولكن إن شاء الله تعالى الخدمة غادي تبدا من اليوم الإثنين الإشارات والإعلانات في لاشين ديال جيمين أونلاين راه إن شاء الله بديت الخدمة على بركة الله اليوم البنات الكسكوتات ديالي البطيبيطات توحشكم غادي نبداو إن شاء الله الحلقة ديالنا اليوم من بوتيك جيمين أونلاين هنا الفيديو الأول كان حتى لكم ديال التلامط ديال درب عمر سي عادي المفروشات عادي تبارك الله اللي كان عنده داك الشيء رائع بزاف والاثمنه كانت زوينه ومشاو تبارك الله الناس تقداو دابا غادي نتهلاو شويه في الحاله ونشوفوا عاوتاني شنو الجديد وبصراحه يا البنات اليوم حلقه اليوم جبت لكم جلبات غزالين رويقين هماويين خدمه متقونه يا البنات تري تري فين شوفوا ديال الفينيسيون وترشمه شنقول لكم جلابه فاسيه كتحمق ده الفاس ده الناس ده التاويل مصمقه محبقه غزاله فينا والثمن ديال هاد البنات 249 درهم ولكن بكل جميله غتبقى لكم 220 درهم نورمالمون جلابه ديال والله الا كتوصل حتى 300 درهم هذه كتوصل حتى 300 درهم يعني 299 درهم ولكن على وجهكم غتبقى لكم 220 درهم دونك دائما الثوب البنات كيبقى الثوب ديال الكريب زواقه رويقيه غزاله كتحمق رشمه فنه كتجي من هنايا هكا كبيره وفي لي مونش كما وريتكم كتجي صغيره يعني رقيقه ولكن اللي عجبني فيها هو لا فينيسيون البنات هي كلشي شوفوا لي تبارك الله الجلابه كي دايره والعقيدات كتمشي في لا كولور نيود غزاله خطيره انا بديتكم البنات بالبلون كاسي فتحها دائما في جنيبات جويجه وما كاين لا سيفه لا والو كتجي غزاله فيها من ميديوم حتى للتروا اكس لارج نعاود نقول لكم جلابه يا خيتي هي الكبوديه الفنيه الغزاله ديال 299 درهم غتبقى لكم 220 درهم حتى 250 درهم ما كايناش يلاه اختي باش الجبانه ما تقولش يا سيدي نقصي يلاه البنات 220 درهم قد ما بغيتي فيها ولكن راه ما كاينش فيها كونتيتي كبيره وما بقاوش فيها لي كولور كاملين يعني ما فيهاش الكحل داكشي فيها غير هاد لي كولور ولكن راه شنو نقول لكم جلابه كتحمق فنه فنه تجي لها المعلله مولاتي دونك غادي ندوزو للتلوينه اللي فيها ونوريكم ميم طون الجلابه الثانيه اللي حتى هي روعه اليوم داكشي خفيف ظريف وعندنا واحد القفطان قندوره فراشه شنو نقول لك كلشي ثلاثه في واحد ديال البنات والثمن دائما ثمن غزال على قد جيبك دونك غادي نمشيو للتلوينه اللي فيها وركزوا لي دائما على اللوينات يا البنات باش تضربوا ايوا اختي هذه هي الجلابيه ديالك يا لاله مولاتي يا المراه المغربيه يا الغزاله ويا الفنه ونتظر ان شاء الله هذا الاسبوع فيديوهات زوينه والاتصال دائما كنحط لكم الرقم ديالي ملي كيكون الاعلان ديال جميله اونلاين 06 27 48 95 94 ومرحبا بكم كاملين غادي ندوزو للناس الكورونا هذا سان بورد ماشي كورونا ماشي حمرا سان بوردو ان فغي بوردو بحال عندي في لي كوسان ولا في لي كالدو شوفوا لي تاهي كيفاش مخدومه دائما تكون مخدومه بهذا البرونز كيجي طوب البنات شوفوا هادي انا لبست لكم دابا تقريبا اكس لارج اكس لارج كتلبس دوبل اكس لارج شوفي ملي قلت لكم حيدقه يا خيتي ودائما البنات هاد لاكولور هادي ديال لوشال ديالي انا راه دايره هنا داخل هي اللي كتكون حتى في الطريزات يعني داخل فيها هاد البلو تيركوا داخل فيها لو فير ودائما لاكولور ديال التوب وبيان سور هاد النيود هذا ديال اولا هاد البرونز ديال الصقل شوفوا لي البنات البلو جيني تري بيل كولور حمق عرفتي
اختي فنين ولتو بالبنات ديالهم تيجي حتى هو غزال وجلابه كما تنقولوا جلابه همويه رويقه عندها. شوفوا لي البنات البلاد تجي شحال غزال تيحمق نفس التايل وديما توب زوين وخدمه رويقه. شوفوا ركزوا لي على اللوينات سكريني والبنات اللي عجبها شي لون طرق وانا معك مرحبا بك. التواصل دائما داخل كازا خارج كازا داخل المغرب واكيد حتى خارج المغرب. شوفوا لي جلابه شحال طيب لي كولور اللي دارجين فيها غزالين. المارياج تقول غير البنات يلعب دور كبير عرفتي كنت كنصور نسيت الضواب عاد شحلتهم شفتو نشوفو داخل فيها حتى هاد الفيشيا هذا فنة جلابه فنة وغزاله وكتحمق وغير ب 220 درهم عوض 299 درهم والعاده والبنات كلشي يخبس معانا اللي خطيكم. دونك هانتوما ليا هيا لا كولور دائما ما تنسيش لي اختي لا كولور د هنايا تقدر ديري معها لو شال فهاد لا كولور معنا ديما تعجبني الالوان البارده ايوا هادشي اللي كاين. يلاه ندوزو للبنات مع الموديل الثاني هذا حتى هو واللي عرفت لكم في الاول موديل غزال موديل راقي. هنا رجعنا للجلابه ايفازيه البنات اللي كتبغي جلابه على قدها جلابه كتحمق بالوان وزويونين اون بلوس الطرزه اللي فيها تتحمق. الثمن كاينش 299 درهم ماشي 6000 وماشي 5000 4400 اختي ومن الاخر ولكن قسما بالله هذه كنت بصراحه مش هي نديرها في العيد باش كلشي يعيد بها يعني الناس اللي ما عندهمش باش يخيطوا جلابه ولكن ما كتبش يلاه كتبت البنات. شوفوا لي الرشمه اللي هنا كي كتجي تري تري فين هذه زواقه وهي راه كتجي كيما قلت لكم ايفازي يعني الكتف على الكتف. دابا انا لابسه ميديوم راه ميديوم سور ميزور تتلبس الدوبل اكس لارج دوبل دوبل نقول لكم تلطرو الاخرى مخزنيه تبارك الله تتجي اوفر سايز كتجي عريضه واحد هذه كتجي بحال دقلتها ولكن راه فن. شوفوا لي الرشيمه يا البنات شوفوا لي لا فينيسيون ديال الرشمه كيفاش مخدومه وهذا اللي تيكون هنا هذا راه سقلي داكوغ هذا سقلي انا بلي راه ما تيبان لي والو تنصور مع الوحده يمكن هذه ولكن الحرير اللون في اللون تتحمق النيود. شوفوا عرفتي غزاله 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 لا فينيسيون الرشمه كلها فنه يعني فريمون جلابه كنت باغا نصاوب والله الا كيما قلت لكم في العيد ولكن ما كتبش يلاه لحقت. شوفوا البنات هنايا تتمشي بزواقه خفيفه شوفوا ليا شوفوا ليا من السوق تي جلابه فنه غزاله وتا هي كيما قلت لكم ثمن زوين فيها واحد لا كوليكسيون غزاله ونعاود نقول لكم البنات اللي طايب من ميديوم حتى الدوبل اكس لارج ما تنسيش ليا يا اختي يا اختي ويا اختي لا ليفريزون بارتو او ماروك واكيد حتى خارج المغرب. يلاه دزت الويله ديالها ورجع معك بوردو شوفوا لي البوردو ديالها شحال تتفتن تتحمق ما جاش معها لونوار دات معها نيود حيت ديجا هي مخدومه بالسقلي تا هي نفس الشيء كما قلت لكم قبيله. شوفوا ليا زويقه خفيفه فنه عاشقه الجلابه اللي كتجي بحال هكذا جلابه ايفازي. شوفوا لي البنات الخضيره شحال تيحمق فيها خضر غزال خضر فني ون دائما رشيمه كما قلت لكم شي همويه رويقيه نيونا هذا الخضر الغامق يعني هذا الخضر الملكي دو فري ولي انت انا في صالوني داكوغ الخضر الملكي فيها واحد الخضر انفير كازو وواحد الخضر اخر انا غنلبس لكم ونرجع معكم. شوفوا لي البنات هذا البلوسي شحال غزال هذا ان فري بلوسي نقول لكم هذا اللون ان فري يعني اللون ديالو ماشي سيال تيركوا ولا سيال بحراوي. شوفوا الرشمه واو يا البنات جلابه فنه والله العظيم. شوف هادي تاخديها ليك ولماماك و عرفتي تتفكر ديك دوك العيالات الكلاس دوك البنات اللي كيلبسو جلابة العيد زوينة وهادي متمليهاش فغيمون جلابة لي متمليهاش والله العظيم هي هادي البنات جلابة لي تلبسيها ونتي عاشقها تقولي شنو غنلبس ليهم غدا شي بلاصة زوينة هكا تقولي غنلبس ديك الجلابة الغزالة ديالي كأنك خيطتيها بشهوة والله ما كذب عليكم البنات راه كتستاهل كتستاهل 300 درهم لكن عند اختكم جميله ولا تعطيكم جميله غير 220 درهم يا اختي. هي هذه البنات لا كولور شوفوا ليا تري بيل كولور تري تري بيل كولور فنه غير نادر غزاله متيوله طرزيه البنات في بلاصتها اللوينات هما هذوك ايوا اختي اش بغيتي الثمن عندنا ما نقولو دونك سكريني والكبيدات اللي عجبها شي موديل اختي انا بعدا حمقاتني تبارك الله والله العظيم عشان كتعجبني شي حاجه كنحمر فيها ايوا صافي الاولى هذه هي الزيتونيه لون الزيتون ايوا اختي الزيتون تبارك الله راه ولا دايره 100 درهم وجلابه ولا دايره 4400 ريال اي اختي شوفوا لي على اللون
ما عرفتش واش نقولوا زيتوني ولا الحنه، ولكن فريمون راه الاخر الاولاني راه غامق. شنو بالكم بحال الحنه ديك الورقه اللي كتفاش كتدقي الحنه كتكون غزاله داك لا كولور بحال هكداك. ايوا اختاروا لي نتوما قولوا لي شمن لون. المهم الخضره صافي، ولكن راه فن 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 ويا فن. شوفوا لي شوفوا لي الرجيمن هذا اللون، هذا البنات يجمع بين شنو نقول لكم بين الكري والسيال، سان كري سيال، ولكن عرفتي بحال دوك الكورت يكونوا بيناتهم هاد اللون تنقولوا عليهم زرقين. هاد لاكولور شنو نقولكم سماويه، ماشي سماويه، ماشي تيركوازا، ماشي انغريسيال، صافي لون اخضر لون في الجلابه. هذا البلوكاس نقفرها يقول لي خاص مني هشام، خصي يكونوا زوينين بلا ما دير لي انا نبقى نقول كذا ولاد. مي فريمون لون هذا راه داج دابا طوندونس واعر واعر. عندي في الزواقه ديال هاد الخد ديال كاينه في الظهر عندي فيها واعر ما شاء الله تبارك الرحمن. والله لا زعما بنتي ما لبستش في العيد، والله العظيم انا اصلا ما خيطتش جلابه العيد، ويلي مول الجلاب ما خيطتش جلابه ما تضحكوش عليا انا المرض ما خلاني عقلت على والو. المهم شتو جلابه شتوها 4400 ريال، هذا اللون الواعر الخطير بدي شي هذا صوتي راني مدعتها ضربت شويه البرد. يلا باقي لنا واحد الخضيضر، مازال لنا واحد الخضر يا اختي، سنلبسوا الاخضر ونعود قريبا. تخلي واحد معايا هذا اخضر ثالث البنات انت يا اختي على الخضر. هذا ان فيغازون شتي دابا تخضر غزال حتى هو خضر في نيون. دونك اختاروا البنات عفاكم انا مزوقه المسكرين راه حتى نعقلوش مسكرين وليا لا كولور فنه جلبه نكعه والله العظيم تيقول جلبه لقطه بالمصري. شتو البنات صحتكم تستاهلوا الكبيدات. يا اختي دابا غادي ندوز معكم لكود كور الحلقه ديال اليوم. شنو هاد الزز عاوتاني صبار نوريكم. شوفوا لي البنات شوفوا لي يا اختي شوفوا لي تخيلي معايا دابا غادي ندوزو بحال اللي قلت لكم قبيله سميو قفطان. حتى ما بغيت انا كنصور ما نقولكمش فين وليت. قفطان قندوره فراشه شنو غادي نسميوه قبيس هكا خليجي عربي مغربي لا اختي مغربي مغربي اختي قفطان مغربي على شكل فراشه ولا قندوره فريمون ستيل ديالو غزال. نبداو باللولة هذا راه غزيفي الوغ فيه طريزات تيحمقو دي كولوغ فلاشي ولا في الخيال ولا في الاحلام. شوفوا ليا اون بيل اون تري تري بيل توني هي هادي تنقولو لها. الوغ اول حاجه هذا راه مجدول ديالو ومجدول البنات اللي كيجي تبارك الله طويول. ما بغيتيش اختي هانتي تلقي خليها هكذا اللي بغيتي سي اتوا دو شوازي. بغيتي تحزمي حزمي ديما تنقول لكم كانت عندك واحد الكريشه بلا ما تحزمي. شوفوا تبارك الله الحساب تيجي برودي بحال هكذا. شوفوا انني نتفت لي هاد العيبه هادي مي سي با غاف كترجع له. كيجي هكذا الحزام بثلاثه ديال الدولارات كبارين كتحزمي وكتدوري على قد ما بغيت داكوغ كتحزمي تعاودي تحزمي وتجيبي هكذا للجنب. انا بالنسبه ليا درت له هكا. المهم انا بور لانسون تقدر ديري غير جويجه ولا وحده ولا اللي بغيتي تجي هكذا. المهم نتوما ديك الساعه غادي تقادو وبيان سور تجي السميطه يا اختي ويا اختي هكذا داكوغ. هنا نص الثوق بالسفيفه اختي. لي مونش لي مونش تجي كتاف هكذا مطروزين كتيف الاخر لا ميم شوز بغودي دائما من القدام. وهنا الوسط ديال القدام ديالكم ديالكم تيجي هكا باداف يعني عريض. وهنايا رشيمه تتسطي وتتخلي بالعقل وتتحمق. شوفوا لي البنات تبارك الله هذه سي لا برودري طروزه يا اختي داخل فيها البلوغو. شوفوا لي البلوغو شوفوا لي هاد البلو بيترول شوفوا لي الخضر الملكي شوفوا لي اختي هاد السقلي هذا. شوفوا لي الالوان نوني نسيفلون وعاد فيها هاد السيال هذا. المهم ما نقولكمش الطرزه كيفاش دايره وبيان فيني وانتي هكذا كت لي بغاتي اختي في هاد المناسبه تشطح وعاود تشطح بردي ليا قلبك اختي مع العائله والحباب ووجوه الخير بحال وجهكم. وكما قلنا تيجي قفطان عادي داكوغ فيه من ميديوم حتى لدوبل اكس لارج فيه لوينات خطيرين انا تحلات ماشي مشكل. نتوما كما قلت لكم تقدري انت مازال مازال بلا ما تحزمي جوج مرات غير الوين اللويه الاولى هذه فين دارت دارت كاع هي داكوغ بحال هكذا صافي وجميع دابا هكذا وجميع اوكي ما ندير غير وجه الزرقاء لونا واخا اختي لونا غير لونا صافي. وهانتي لابسه ليا قفطان غزال هماوي رويقي بديك ولا فلاشي تيحمقو كلشي على الكميمات اللي كيجيو هكذا هماويين رويقين. الثمن ديالو البنات الثمن ديالو
ولي كولور اللي فيه راه ماشي كلهم دي كولور فلاشي. انا جايه اختي هذا راه لورانج، لورانج دي سي ستو تيخلي بالعقل داكور. هانتي اختي هانتي وشوفوا الكمامه كيجيو دوك الكمام اللي مجارجرين هكذا، هاد الكمامات تحطهم قدهم. شوفي لي اختي انت كتهضري هو يا اختي تبقاي تهضري تهضري بقى نقول لكم كلشي. التوصيل داخل غير باش يبان هادشي، التوصيل داخل كازا، خارج كازا، داخل المغرب وحتى خارج المغرب. وما تنساليش ديري لي مع شي شال بعقل، ما ديريش فهاد التخربيقه ديالي انا. راه خرجوا دي شال منبرين ديال لاصواتي حمقوا ب 150 كاين وقع 180 ايوا يا لالا. وكنديروا حتى التوصيل خارج المغرب، نمشيو للوان بركه من الهضره صافي شتوف. يلا ندزو التلوين نقول لكم الثمن، نقول لكم الثمن من هنا واخا لون. الثمن ديال البنات غادي يبقى من 300 درهم ل 280 درهم بكود جميله، كود جميله البنات بحال 20 درهم حليتها لكم انا، هو نورمالمون 300 درهم. ندوز ليه البنات مع البلوغوا، البلوغوا تيفسر وتيحمق وتيخلي بالعقل. البلوغوا شكل ثاني، نتوما عارفين البلوغوا هاد لاكولور شنو كتعطي. انا كنحمق لكم هكذا حيت نورمالمون الكميمات خصهم يكونوا لداخل، مي انا جيتي باش نوريكم لابغودري كيفاش كتجي. مي جو لي سيكا ترانكيلمون هكا باش تشوفو. شتي البنات هذا لونها سورتو 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 شي مالي فليكسيفات واعره 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 واعره. دونك مازال فيه لوينات، غادي نحاول نوصل لكم رابيدمون ونرجع مع هذا عاوتاني. البلونكاسي بدات لوين نرويقي ومخدوم خدمه غزاهه. شوفوا لي انا غادي نحل لكم كامله. شوفوا لي المونش البنات، المونش تتحمق زهره الشبيشات خدمه همويه رويقيه. شوفوا لي الكميمات كتيفات باردون، ها انتم شفتوا البنات. شوفوا هذا باش مخدوم عاوتاني، ودائما الثمن 279 درهم. شنو تقولي حتى واحد؟ شوفوا الكبيدات ديالي الكوغي شحال تيحمق. شوفوا لي كيفاش مخدوم تيسطر تيخلي بالعقل. شوف غزال غزال بكل ما تحمل الكلمة من معنى، روعة 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 روعة. هذا راه ماشي أورونج، سي أن كوغي البنات، أن كوغي فلاشي ولا في الخيال ولا في الأحلام. أنا تيعجبني ندير لهم بحال هكذا باش يبانو. شوفوا يا البنات غزالين والله الا تري جوني كافطون فن. شوفي الشبيشات ديالي هي البنات بلا ماغي شحال غزال. شوفوا لي شوفوا لي الرشيمة طريزة حطخة فنة دائما بلا ماغي، سي ان فغي بلا ماغي. تا هو بدي كولوغ غزالين مخدوم البنات بدي كولوغ فنيين. هذا داخل فيه عاوتاني لو غوز بيبي، داخل فيه لو بوردو. فهمتوا كل لون تيديكراد باسكو هذا ميجيش مع بلو بيترو مغيبقاش يبان. سي بور سا ايزون اجوتي هاد لو او ايزون ماري هاد لو روز افيك لو مارين جي غزال. نتوما بيان سور تخدو انا صافي وليت خفت بهذا بلايا. دونك ها هو باقي لينا فيه لوين، جو بونس باقي فيه شي لوين. المهم اللي بغا شي حاجه تواصل معنا، اي استفسار تواصلي معنا وما يكون هي خاطرك عيوننا. ثانيا توصل في كازا في الحين، يعني الا بغيتي مازال في العشيه توصلك سور لو شون. وبيان سور كيما قلنا داخل المغرب وخارج المغرب باقي لنا واحد لاكولور غوز باردة هي باش غادي نختمو حلقة اليوم. الكبيدات ديالي بهاد لو غوز هادي غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لكم كاملين، كنحماق عليكم، كنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة وال بلونا ما خلاتنيش نكمل كل مرة كنجي تخرج ديال الباستيكات. دونك اللي بغا شي حاجة تواصل معنا البنات، أي حاجة بغيتوها مرحبا بكم. لاحظوا معايا دائما لي كولور كلاغ كيتخدمو بدي كولور فرونسي، ولي كولور فرونسي كيتخدمو لي كولور كلاغ باش كيعطيو لي كيدخل فيهم مثلا بحال دابا البلو مارين الغوز، الغوز كيدخل فيه البلو روا والبلو مارين. إيوا هادشي اللي كاين. ما سخيتش بكم البنات ولكن وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. شكرا كاع الناس اللي كيسولو فيا، الناس اللي كيتلاقاو معايا على برا في اي بلاصه تنقول لهم شكرا تيسولوا فيا والله. تلقى حتى تلاقيت معايا في طب السلطان من هنا تنقول شكرا فيك يوم انت سلمت عليا وسولت عليا. اللي تلاقيت مع دمون الحوت، تلاقينا في درب غلاف، كنتلاقاو في المدينه، كان فين ما مشيت كنتلاقى مع الناس. الله يحفظكم لي والله، تيسولوا فيا وتيعرفوني وتيعيطوا لي وتيسلموا عليا. الناس اللي ما تسلمش عليهم راني ما تنعرفكمش، عيطوا لي اختي راني بنت شعب درويشه وظريفه وحق الله العظيم، وما يمكنش نعرف كاع الناس. اللي قالت لي جميله تمشي عندها تنسلم عليها وتنقول لها شكرا حيت سولتي فيا، والله العظيم قلبي معكم وعارفه قلوبكم معايا. وهكا غادي نكون وصلنا حلقة اليوم. ان شاء الله نتمنى تبارطاجيو الفيديو ديالي البنات وتشجعوني كما دائما تنقول لكم احنا معكم وانتم فوق الحزه كونوا معنا. وان شاء الله تكون بدايه جديده. دابا صافي رجعت لي خدمه الحمد لله، النفسيه ولات شويه اللهم لك الحمد. وكما تنقولوا القدر الا كان اذا كان زعما تتوقع شي مصيبه تتوقع دقه واحده تهبط دقه واحده، ولكن العفو تيمشي وحده وحده عفوا
هكا غنكون وصلنا لنهايه الحلقه. قلت لكم شي سبعه المرات ما يدير بحال ما سمعتوا والو. هادشي اللي كاين. واللي خصها شي حاجه تفاصل معايا مرحبا بكم كاملين. عندي البنات حاجات اخرين كنديرهم كنبارطاجيهم في انستغرام بحال الشقق بحال السيارات بحال الفراشات ديال الدار. عندي واحد صالونات جوج كبارين للبيع اللي بغى شي حاجه تواصل معايا واللي عندها حتى هي شي حاجه اكثر هي كندير في انستغرام ولا في تيك توك فتواصلوا معايا مرحبا بكم. راه كاينين ثلاثه ديال ابارتمون افونت كاينين جوج ديال الناس اللي باغيين يشريو من عندي وسيارات هما كاينين جوج ديال كيا بيكانتو للبيع صغار بين 5 و 5 زويني بصراحه اقتصاديين جدا ديال المرأة العمليه ولا الرجل العملي اكيد. حاجات اللي ما كنبارطاجيهاش في اليوتيوب اللي كتشوفوني غير شويه عارفين كاينه في انستغرام ولا في تيك توك هادشي اللي كاين يلاه كبدا ديالو حتى فيسبوك. نقول لكم سالينا الحلقه شكرا لكم على انكم تستحملونني بكل ما فيا. جيسبر ان شاء الله بقدي ما عزيزه عليكم كما انتم عزاز عليا والله يحفظكم ليا ولله يخطيكم سمحوا لي. وهكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه ونختم دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم هور ميم اندوا سور ما شين كنموت عليكم. هذه اللي ما تتخلينيش هذه اللي ما تتخلينيش ندير فيديوهات ديالي على خير بوت الى صح القلم لونا الحبيبه بنتي هذه بنتي الصغيره يلا ما كنمشي واحد عندهم نيتو يلا نيني يلا كبدا ديالي خليت لكم الراحه. باي باي دير لهم باي باي دير لهم باي باي كنبوس لها يديتها موتي لها موتي لها موتي لها موتي لها تشد دير شوف فين ماما فين مامي فين مامي الكبيده فين مامي الحنينه فين مامي الفنه عجبها الحال يلا سلمي لصحاباتي وقول لهم سلامه ديروا لايك ديروا لايك بس لي ديدات الفنين بيطه موتي لها تنموت عليكم تانتوما يلا سير دابا بقيت ترونيت الصباح. السلام عليكم باي.